حبيبنا النهارده بنتكلم عن يعني ايه المنظمه الدوليه؟ مفهوم المنظمه الدوليه. تعالوا نتفق الاول ان كلمه المنظمه الدوليه مصطلح مش محل اتفاق بين الفقراء. البعض من الفقراء بيسميها منتظم دولي، والبعض الاخر بيسميها هيئه دوليه، والبعض الثاني بيسميها منظمة دولية. وكل واحد من الفقهاء اللي بينتمي لهذا أو ذاك أو ذاك، كل واحد بيدافع عن وجهة نظر ليه بيسميها منتظمة، ليه بيسميها منظمة، ليه بيسميها هيئة. نحن لن ندخل في هذا العراق الفكري في مصطلحات، طالما انها في النهايه هتؤدي الى نفس الغرض، وبالتالي احنا بنسميها منظمه دوليه حتى ولو كان المصطلح محل انتقاد فلا مشاحه في المصطلحات. احنا مفيش مشكله في المصطلحات، احنا ليه يسميها كذا، ليه يسميها كذا، ليه يسميها كذا، مش هتفاعل مع بعض الصراحه، احنا بس مين الجو خصوصا انت الاقتراح يعني. عشان يعني دايما نفتح الكلام. فبالتالي احنا بنسميها منظمة دولية. كلمة منظمة دولية مفهوم معناه اختلف الفقهاء في معنى منظمة دولية. نحن من وجهة نظرنا كلمة منظمة دولية هي كل اتفاق بين مجموعة من الدول يستهدف تحقيق التعاون المشترك فيما بينها. كل اتفاق بين مجموعة من الدول يستهدف تحقيق التعاون المشترك فيما بينها. حسب القاعدة الأصلية أنه لا يصلح أن تنشأ منظمة دولية بدون اتفاق. يعني عشان يبقى في منظمة دولية لازم يحصل إيه؟ اتفاق، يحصل معاهدة، والمعاهدة أو الاتفاق تكون من مين؟ من دول. يعني أي حاجة غير اتفاق بين دول ما يسماش منظمة دولية. يعني لابد لكي تنشا منظمه دوليه لابد وان يحدث الاتفاق بين الدول. يبقى مثلا لما يجي يقول الصليب الاحمر هتكلمني هتيرد عليا الصليب الاحمر بلاش منظمه دوليه، تبقى منظمه دوليه الصليب الاحمر ولا مش منظمه دوليه؟ منظمه دوليه. ليه؟ هذه ليست منظمة دولية بالمعنى الفني للكلمة، لأنها لم تنشأ من دول، لكن مجرد نشأة سويسرية مجموعة من الأشخاص اللي بيحبوا مصلحة المجتمع الدولي في النواحي الطبية عملوا اتفاق بينهم. هذا الاتفاق كان سنة 1869، وهذا الاتفاق ظل يتوسع يتوسع لو النهاردة فلان الفلاني له جهود في دولة كذا يضمون، بكرة فلان الفلاني في دولة كذا يضمون، وهكذا. معايا حق ولا مش معايا؟ إذا هي ليست منظمة دولية بمعنى أن مش دول إنما هي استثناء من القاعدة العامة سموها منظمة دولية. استثناء من القاعدة العامة سميت منظمة دولية. ليه؟ للجهود المخلصة والدؤوبة اللي بيقوم بيها هذه البلد. يعني نتيجة الجهود اللي هم بيعملوا جهود رهيبة في الشكل.
ممكن طبعا في مجالات من حضراتكم لكن بيعملوا جهود غير عاديه سيما اثناء النزاعات المسلحه. بيبقى في نزاع مسلح في الدول او حرب اهليه داخليه بتبقى جهودهم فوق الوصف. الناس وبيعملوا خدمات طبيه وصحيه وانسانيه فوق الوصف. خصوصا في المنازعات اللي كانت في افريقيا بالذات. فهي استثناء على القاعده العامه، انما القاعده العامه ان لازم نحصل اتفاق بين مجموعه من الدول. طب الكيبا عارفين حضرتكم الكيبا؟ الكيبا هنا عشان اقول لك ما تخافش. منظمه دوليه ولا مش منظمه دوليه؟ مش منظمه دوليه، برافو عليك. رغم انها بتنظم منصات الكوره او مثلا اللجنه الاولمبيه، عارفين اللجنه الاولمبيه اللي بتنظم برضو الرياضات المختلفه في دول العالم كلها برضو مش منظمه دوليه. تسمى منظمات غير دوليه. ليه غير اصوليه؟ لان الحكومات ما بتدخلش فيها. عشان كده احنا عندنا مشكله في مصر سواء مع اللجنه الدوليه او مع الفيفا. ليه؟ عشان الحكومه حتى بعد كده بتيجي فيه وهي اللي بتعمل فاينانس. يعني هي اللي بتمول. هي اللي بتمول الفلوس ده. ما ينفعش. لازم هي اللي تمول نفسها لانها نوع من انواع الاستثمار. يعني لو شفت الحرب اللي بيتفرجوا عليها دي. اللي تبعها بتاع البين سبور يجد ان اي ماتش من دول اي ماتش مكاسبه بين ملايين الدولارات. والا ما حد يفسر لي لما بيجوا يشتروا لعيب 90 مليون و100 مليون ومليون بكام؟ كتير فلوس منين؟ حد يقول لي الفلوس دي بتيجي منين؟ تقول لي دوله من دوله مين؟ دوله مين اللي ميزانيتها تصرف عشان يشتروا لعيب؟ تعرفين حق من اللعيبه اللي بتلعب في الكلام؟ هاتوا اي لعيب مثلا؟ ليوناردو مثلا شوفوا ليوناردو اسمه ايه؟ لوران اي ميسي مثلا يعني ما حقه؟ تروح الطيارات مصر له مين؟ طيارات مصر يعني ميسي لما جه مصر عشان يزور الاهرامات ليه هو والمجموعه بتاعته يكونوا طيارته خاصه؟ وليه هو طيارته خاصه؟ عايز افهم يعني ما يفوز كل حاجه تيجي منين؟ اوعى كل اللي شاور تصرف عليه بلاش. الولد هو اسمه كهربا ده اللي هو بتاع الزمالك لما راح لعب في السعوديه جاب ماتش في نهائي الكاس ما بين الاتحاد وما بين النصر هو اللي جاب الجول. راح مجيب له عربيه فيها ميداليه 300 مليون دولار. خمس الكرة اللي هو شاطها برجله مش عارف وصل فيه صابه جابت له 300 مليون دولار العربيه. مش عارف يقول لك مش عارف ايه الجبر الرباعي فين ومش عارف ايه والكلام ده كله. الفلوس دي تيجي منين؟ يقول لي الدوله؟ دوله مين؟ دوله. فعشان كده مشكلتنا في مصر ان كل وزير يجي بتاع رياضه طبعا في العالم كله مش عارف وزير رياضه فين خالص يحط مركزه فين؟ في اتحاد الكوره، ايش سافر، ايش باسكت، مش عارف كوره قدم، مش عارف ايه حكم الزمالك. سيبهم يستثمروا. طبعا انا عارف ان احنا عندنا تقول لك حرام حكايه القمار. قمار ايه؟ انت ليش انت مالك انت ومال القمار؟ انا داخل او ماتش. الفرقه الف رح تكسب ولا الفرقه ب؟ ناس بتحط فلوس على الفرقه الف، ناس بتحط فلوس على الفرقه ب، خلاص تمام يعني. تقول القمار حرام، ايش حرام في حرام ولا حرام. ايه رايك في الفقهاء الاهلي؟ انهي فقهاء الاهلي؟ فقهاء الشارع الاسلامي يعني دول بشر؟ طب احنا بشر زيهم واحنا مش بنحل نفس زي ما هم بيفتوا كل واحد تخصصه طبعا. ايه المشكله؟ معايا حق ولا مش معايا؟ بس نفسي ده 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 بس ده 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 هو ده مسؤوليتنا ان ده محتاج ايه؟ يتصنفر. اظن انا غلطان. تعبان. طب
عايز اقول لكم انه العالم بيتقدم تقدم مسرع جدا، واحنا لسه قاعدين لحد النهارده عاملين نتكلم في حاجات عارف عليها زمن من زمان، من زمان قوي. يعني عيب حتى ان احنا نتكلم فيها، ومع ذلك احنا لسه بنتكلم فيها والثقافه متاثره فيها. الثقافه هي اسمها ايه؟ الفن المتراكم داخل كل واحد، او بلاش الفن المتراكم، الفكر المتراكم داخل كل واحد فينا. عندنا كده مجموعه افكار بنسميها ثوابت، ما حدش يجي يجمدها. ليه؟ ما اللي خلق اللي جابها زينا فرشه. اللي عمله ربنا سبحانه وتعالى عشان يفهمك. ولما نقول الدور اربع ركعات والعصر اربع ركعات والفجر ثلاثه بتفكر فيها من كل اسبابها حد في مثلا. انما في حاجات تبص تلاقي ده يوم يوم راح وده يوم راح، وبعدين بعد كده كل واحد مننا يقول لك ايه؟ اما اسال الشيخ بتاعي، ده يسال الشيخ بتاعه، وده يسال الشيخ بتاعه، وكل واحد منهم يلاقي يعني تفصيل او يلاقي حل او يلاقي رد يختلف مع التاني، سادة مين ولا مين ولا مين؟ اللي هو تقريبا في نص في الجزئيه اللي هي بتاعت الامور دي يا دكتور، اللي هي بتاعت حرم عليكم، اللي هي انا مش فاكر يعني النص صراحه، بس هي في نص في القران اللي هو مع الميسر والركس والكلام ده كله، اللي هو رمي الزهر او اللي هو المؤامره يعني. والله اعلم برضه انا مش اهل الفلسفه، بس ده احنا اللي بنفسر. فحتى لما هم يفسروا الخمر، كلمة الخمر اختلفت مفهوم الخمر، اختلفت مفهوم الخمر. بعض يقول لك المسك بالعقل، فإذا ما أزالش عقله ما يبقاش خمر. البعض الثاني يقول لك من كان هو كثيره مسك فقليله حرام. يعني عايز أوصل إيه؟ كل واحد منهم يقول إيه؟ يقول إيه مثلا؟ طب انت تشغل وجهه نظر دول وجهه نظر دي ازاي؟ استفتي قلبك بقى. ها؟ استفتي قلبك صح؟ عظيم، يبقى انا بستفتي قلبي، اللي انا اقوله غير كده يعني كل واحد بقى من اولها سيبها لك. هو الاعظم. سيبها لك يعني رأي شخصي، لكن ما تجيش تقيمني على ان انا اتبع رأيي او اتبع رأيي او اتبع رأيي. سيبها لك بيني وبين فوق. مظبوط ولا مش مظبوط؟ انما ما تفرضش عليا رأي مذهب من المذاهب أو رأي شيخ مشيوخ، لأن زي ما ربنا اداله عقل كده أنا كمان عقل. خلاص سيبني بقى أنا أتصرف على نفسي، زي حكاية المبتدئ. يقول لك طبعا قام بيه. واحد كان في دين مسيحي بقى في إسلام، واحد كان في إسلام بقى في مسيحي. إيه ده؟ إيه ده؟ ما أنا وما أنا أقدر، واحد عايز بقى في دين يعني. أو يرجع اعتقاد. لا 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 ما هوش كلام، ما هوش كلام. راح اليوم انا عايز ابقى مسيحي. ابتدى عن دين الاسلام اهو باللغه العربيه. ايه المشكله؟ ايه الكفر ده؟ مين يقول لي انت كافر ولا مش كافر؟ بس بسرعه. الكفر بحد ذاته كلمه كفر. ايا كان ابتدى عن دين ماشي. يعني مثلا هو عايز يغير يغير. لا يبقى مين انا؟ انا كافر، انا كافر. مسلم عايز يغير. بينك وبين نفسك؟ لا 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 لا. لا انا رحت، انا رحت اهو، انا رحت الكنيسه واترحمت. وحاولت كنت شيعي في المجتمع الفلاني؟ لان انا لا شيعي ولا شيعي، انا بتكلم عن نفسي انا. انا نفسي انا مصري، وينفع اقول انا عايز ابقى اسرائيلي؟ انا ما بحبش مصر. لا 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 بلاش بلاش، انت دلوقتي مصري وعايز تبقى فرنسي. حتى نازل عن الجنسيات المصريه. او تحفظ الدين. ما هو مش هينفع يبقى مسلم مسيحي في وقت واحد. لا لا انا بتكلمك، انت بتتكلم عن مثلا جبته على حكيتي. فانا بقارنك بيه، انا بتوقعش فيه بيجي على ايه؟ انا بقول لك انا مصري وبقيت فرنسي وجمعت بين الاثنين، خلاص؟ يا سيدي انت اللي فرست مش انا اللي فرست. طب في الدين مش هينفع تجمع يا ريتني انت اللي قلت، مش انا اللي قلت. بس سيب المثل بتاعك، خليك في الحته بتاعت انا بس. خد بالك انت ازاي؟ واحد كان مسلم وعايز فرنسي، وراحت راحت. ايه المشكله بتاعتك؟
لما مش مشكله في الزمن. لا 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 مش ازاي بقى ازاي ده ده في كتير وقالوا لك ده كفر وانك ترجم يا دكتور. ما انا المجتمع مش هيقبل منك بدلا عن جنسيه المصريه في المقابل اي جنسيه. انت برضه دخلت في حته سياسه القصه برضه. لا ورجع تقول لي ورجع تقول لي قسم عن فردوسي ما ينفعش في الحته بتاعت الجنسيه. خلاص انا قصدي ان الوطن مش اغلى من الدين يعني ده اصلا يعني مش كان الكلام دي انا مش فاهم خليفه المولد بتاعتي واحد كمسلم وراح تنسيق جاوبني على دي بس براحته بس يحترم المجتمع يا سيدي انت بتتكلم في جزئيه غير انا بتكلم فيها انا بتكلم في فئه واحده واحد مسلم بقى شيء لا له على المجتمع ولا غير المجتمع بس 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 في حد ذاتها ما فيش لا في كتير كل ده حرام حكم الله والامر يا دكتور ما خلوش بعض ما خلوش بعض نزل في القران الكريم ايات صريحه من كليات منها تصريف عشان خلاص من غير ما نسوع اكيد ايه طيب احتراما للايات القرانيه انا مش حافظاها بس ان شاء الله المحاضره الجايه هجيبها لحضرتك. طيب ده مرتد يا دكتور مش عارف ايه يا فندم يا فندم سيدنا مين المحاضره يا جماعه؟ ده مرتد يا دكتور. نعم مرتد كويس. يا يوم الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يقول لا ايه؟ هل كل مكان كل يا ايه عشان قادر على الأمم المتحدة نشأت سنة كاملة
1945، واحدة في مارس والتانية في نهاية السنة في
اثناء ما شنوا المفاوضات شنوا الشأن المعبر عليه. بعد ما تنشأ المنظمه وبيصبح لها شخصيه دوليه بتعتبر هنا في هذه الحاله ايه؟ مسؤول المنظمه دي. واضح؟ اذا انا هحكيلك اسمعك النهارده عايز انما انا عارف نفسي مخلصه وغير تقدير شان الشان اللي قدامك عارف كل الكلام ده لكن يعني ايه انتوا بقى بتعملوا ايه؟ ما خلاص لا مش جايين جنب ما جايين نستفيد اكتر بجد؟ اه جدا الكلام ده هتقول بجسمي ده فيما يتعلق بالاتفاق المنشئ للمنظمه الدوليه فيما يتعلق بالاتفاق المنشئ للمنظمه الدوليه طب شروطها ايه؟ عندي شرطين علشان خاطر تقوم المنظمه غير شرط غير ركن الاتفاق لازم يبقى عندي شرطين الشرط الاولاني ان يكون للمنظمه اراده ذاتيه ان يكون للمنظمه اراده ذاتيه اراده تختلف عن ارادات الدول التي انشاتها اراده بتختلف عن ارادات الدول اللي انشاتها مش الدول كانت قاعده كده عشان تنشئ المنظمه طيب منظمه ايه تنشئ؟ هيبقى لها ايه بقى؟ هيبقى لها اراده مختلفه عن اراده مين؟ الدول اللي انشئتها زي بالظبط الطفل لسه بيلعب في حضن امه لكن بعد ما بيبقى عنده 21 سنه يبقى له ايه؟ اراده ذاتيه شخصيه مستقله عن شخصيه مين؟ الام معانا حق ما معانا اذا لابد وان يكون المنظمه الدوليه اراده ذاتيه يترتب على ان المنظمه لها اراده ذاتيه ان اي قرارات صادره عن المنظمه تنسب لمن؟ للدول يا شيخ حرام عليك يا صديقي المتابع يا شيخ ينسب للمنظمه انا بنفع صوتي من ساعتها ينسب للمنظمه ما جيش منك انت اسفه والله يا دكتور ينسب للمنظمه الدوليه ولا ينسب لمين؟ لدول الاعضاء المهم كده على طول بدل لها اراده ذاتيه يبقى القرار اللي طالع منها ينسب لها مش للدول اللي صوتت كنت هتخلينا اصور مع حقكم تنسب لمين؟ تنسب للمنظمه الدوليه ولا تنسب للدول الاعضاء معايا؟ طب الموظفين بقى اللي بيشتغلوا في المنظمه يدفعوا مين؟ للدول اللي هم بيحملوا جنسيتها ولا يدفعوا المنظمه الدوليه؟ طبعا المنظمه الدوليه رغم ان عرض جنسيات الدول ما يعني هم الموظفين دول حلوين مين؟ هم جايين بيشتغلوا في الدول معاهم جنسيات هذه الدول لكن هم يدين المبلغ والاهتمام لمين؟ المنظمه الدوليه ما يدينش دول يعني مثلا الدكتور بطرس باجي الله يرحمه لما كان امين عام منظمه الامم المتحده مع الجنسيه ايه؟ مصريه ومع ذلك كان يليق الولاء والانتماء في منظمه الامم المتحده مش في مصر. واضح ولا مش واضح؟ ده فيما يتعلق ببند ايه؟ الاراده الذاتيه. البند الثاني او الشرط الثاني هو فكره الدوام. معنى كلمة الدوام معناها أن المنظمة الدولية قامت من أجل تحقيق أهداف هذه الأهداف لا تنتهي فالمنظمة بالتالي لا تنتهي تظل على الدوام تظل مستمرة تظل تحقق هذه الأهداف على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية قامت من أجل تحقيق هدف إيه؟ هل الصحة دي بتنتهي من العالم ولا مستمرة؟ مستمرة مستمرة فيبقى عمل منظمة الصحة العالمية عمل ايه؟ مستمر دائم ليه؟ لأنه قام من أجل تحقيق هدف هذا الهدف لا يموت يظل احنا عايزين الصحة دي اللي هي بتختلف من وقت لآخر وتتطور من وقت لآخر ولولا التطور ده ما كانتش أعمار البشر زادت يعني حتى لما ترجعوا للتاريخ ورا تجدوا ان الناس الكبار في اي دوله من الدول
كانوا بيموتوا في سن صغير. ويعتبر نجوم المسار هم ايه؟ كبير في الوقت بتاعهم. معاك على سبيل المثال. حاجات دي يعني صفر. كمان عن مصر من عنده كام سنة؟ كام؟ 53 سنة. كمان عن مصر من عنده كام؟ 53 سنة. 53 في سن أيام عبد الناصر. تفرق كتير عن دلوقتي. يعني إيه واحد عنده السكر ويشرب سجاير ولما حد مثلاً يموت سن 53 سنة؟ كل حاجة عربية لا. بس أنا بوريكم إنه أحياناً لما بيبقى في تطور في الصحة بيستفيد منها مين؟ البشر. بلاش عبد الحليم حاطط دماغه سنة كام سنة؟ 48 47 سنة. معايا؟ عبد الحليم حاطط دماغه سنة 47 49 هنزعل من بعض. أوعى خلينا نزعل من بعض. هنختلف على إيه؟ هنختلف على إيه؟ كام سنة يا أخي؟ انت عارفين موت عبد الحليم حافظ كان ايه؟ النهارده بنتعالج من ملايشيا في بيرشام. بيرشام. تعالج من ملايشيا. شوف التطور عمل ايه؟ عشان كده انا بحكي عن المجتمعات الاوروبيه. العواجيز هناك اكثر من الشباب. العواجيز في الدول الاوروبيه اكثر من ايه؟ من الشباب. احنا العكس. عندنا الشباب نسبته اكثر من العواجيز بس طاقته معطله بس طاقته ايه معطله لو فتحت له الباب هتبص بعيد جري بس المشكله لما هيجي يجري هيجري بلا خبره هيبقى كالحصان الجامع كلسان المرأة عارفين لسان المرأة لما بيطبع ما فيش حصان يعني ما حدش بيعرف يركبه طبعا مش مترتب بس مرتبه جدا خلاص انا بتكلم على كلسان المرأة هو حصان جامع معايا الشباب نفسهم عايزين ينطلقوا بس المشكله فيهم ان ما حدش دربه ما حدش علمه فلما تفتح لهم الباب هيجروا بس بيبقى ايه؟ بيبقى خبره معاك الفكرة مش معاك فمحتاجين دايما حد يعلمه تعرفوا لو شاب مصر اتعلم كويس هيبقى احسن من اي شباب في العالم بس علمه كويس صنفره ده خليه كده لما نختلف مع بعض ما نشتمش بعض يعني انا بروح كده احنا بنشتم كل يوم على الفيسبوك بتاعنا كل يوم بنشتم على الفيسبوك بتاعنا لسه عربي امبارح انت ازاي تختار مصطفى وما تختارش ابراهيم؟ ايه مصطفى وابراهيم ده؟ وما دول بيلعبوا معاك في الحاره تكشف؟ يعني حتى لما احنا اختلفوا حتى طريقه وخاصه لكن ما كنتش دعوه بينا احنا. انت تقدر تركز في مختار مصطفى. حضور مع ابراهيم هيديك محاضرتين يا الوسط مش الفاظ مش ممكن طريقة الشاب في الحوار يعني واحنا بنختلف بالرأي مش من بعض وبالألفاظ ما بيهمنيش ليه لما نختلف مع بعض مش من بعض ليه لما نختلف مع بعض ما يبقاش انا محترم رأيك وانت بتحترم رأيي هو انا مش من حقي انك تديني اللقب بتاعي اللي انا تعبت فيه عمري كله انما كده انت ازاي تختار مصطفى ما كنت تختار ابراهيم كان هيعوضك كده في موضوعين وخلاص ده ممكن يجي في امتحان لو انت عملت له مش عارف ايه. مش عشان كده بقول لحضرتك انه يعني قصدي اقول لحضرتك انه مساله السن والاعمار والحاجات دي كلها كلها بيد الله لكن بوريكم التطور او الصحه فكره دائمه زي ما نظمت الطيران اللي يشوف الافلام زمان حتى طريقه التيك اوف أو الناس اللي نفسها هتبص تلاقي والطيارة طالعة أو الطيارة نازلة طريقة النزول وطريقة الطلوع اختلفت من زمان لدلوقتي. يعني حاجات ما تجيش في ذهنهم لكن أنا بوريكم قد إيه تطور حصل لدرجة إن دلوقتي ركوب الطيارة سيري يعني أكثر سنية من أن تركب عربية في مصر.
تكون الطيارة أكثر سلام وأمن للبشر أحسن من تركب عربية جوه مصر. إنك تكون أنت راكب عربية جوه مصر الله أعلم هو جاي يخبطك من ورا هيخبطك مع الكم ده أو من الكم أنت بقى وإيه وحصلك إن بيشوف معايا في الفترة دي. يعني وأنت مثلا مسكت يا ترى سايق من الساعة 12 واحدة اللي جاي ده هيشوطك هيشوطك. عارفهم إزاي؟ طب أنت سايق الساعة 4 4 ونص الموظف طالع تعبان ممكن برضه يشوط. يعني في كل وقت أنت معرض لأنك إيه لخطر جديد كل وقت. فعشان كده أصبحت الطيارة أكثر أماناً من السواقة. لأن طبعاً السواقة في مصر مش موجودة في أي دولة في العالم. وأنا بقولها وأنا متأكد إحنا ناس مخترعين حتى المبررات بتاعتنا مخترعين. كل واحد مبرر. وننزل وبعدين يجي واحد مبرر يخش في المبرر الثالث. وهكذا حاجة بتحصل مشكلة ممكن فضلك. يجي أمين الشرطة ولا بيلقط ولا حاجة يقول السلام عليكم ونمشي خلاص. احنا بنعمل ايه بقى في اسمه ما حدش عارف صح فين وغلط فين. زمان على فكرة كان في عندنا حاجة اسمها الصح والغلط. زمان ايوه انما دلوقتي لا الصح والغلط. يعني يا ترى اللي داخل اللي طالع من الشارع جنيني هو الصح ولا اللي ماشي على الطريق الطوالي هو الصح؟ كل واحد صح من الاثنين. مفيش مفيش موت زي ما انتوا بتحبوا حد بيمتحن يعني. وفي امتحان في امتحان السواقة ايوه بس انا ليه بس 14 اتفضل اتفضل يا ابني تحت وعلى طارق استاذ استاذ نعم قال لي 14 بس وشيت دخلوا غير خاصية. أنا مسألت يا أستاذ وبقى ساعة شو أعمى مش عارفة طبعا يا عيني وعلى زوجة في كده يعني أنا مش عارفة عارفة إيه اللي بيحصل قلت لها ساعة ونص عمالين يوقع على مطرش هي مش في الدور ده أصلا هي مش في الدور ده أصلا بقالوا ساعة ونص أنا جاي من 3 ونص أنا هنا من 3 ونص كده هو مستني من 3 ونص تحت الساعة 14 الساعة 14 دلوقتي ده مصر القاعدة يعني كما لو كان حد من الأجزاء فيا ويسأل حضرتك فأنا اضطريت أعمل كده أنا معلش لكن أنا مضطر إلى أسباب قليلة عن الانترنت أنت من تحت والله 14 أكيد المحاضرة الثانية والله ما انا عارف بس قولي هو مصر قاعد على الارصاد جنب الطريق بتاعته لحد ما ينزل انه يفهم شايف رامي عمي عربية هو ده صح يعني يعني لو انت مكاني كنت عامل كده 10 على 10 اذا كتبوه على الهوكي فيس انت حر خش انت بقى علمي تبقى عندي إذا الفكرة هي إيه؟ الفكرة إن فكرة الديمومة ديت مرتبطة بالمنظمة نفسها بأحداث المنظمة نفسها. معايا حضرتك؟ عشان كده عصبة الأمم انتهت إيه؟ أي منظمة نشأت سنة 1919 وهذه المنظمة انتهت بنشأة منظمة الدين الأمم المتحدة. طب هي انتهت امتى وليه؟ هي انتهت سنة 39 علشان الحرب العالمية الثانية قامت وهي أصلا منظمة أنشئت من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم. طب لما تحصل حرب عالمية بقى خلاص يبقى هدفها انتهت دورها انتهت دورها انتهت هنعمل بيها إيه بقى؟ معايا حد؟ إذا المنظمة المفروض إنها قامت من أجل تحقيق أهداف معينة، والأهداف دي لابد أن تستمر. إذا ما استمرتش وانتهت يبقى المنظمة فشلت، انتهي المنظمة. عشان كده إحنا دايما بنقول إن الأمم المتحدة ورثت. هي اللي ورثت مين؟ ورثت
عشان كده هو متحدة عايش في العمر ده كله من سنة 45 يعني تخطت 70 سنة دلوقتي. هو متحدة تخطت 70 سنة رغم انها منظمة سياسية لكن تخطت 70 سنة. فهي عرفت تعالج الأخطاء اللي كانت موجودة في الأفراد. يبقى إذن عشان تنشأ منظمة دولية لابد لهذه المنظمة من وجود اتفاق ثم شرطين اثنين الإرادة الذاتية والدولة. يبقى المنظمة الدولية هي كل اتفاق بين مجموعة من الدول لها إرادة ذاتية ولها فكرة الاستمرار أو الاستمرارية. واضح ولا مش واضح؟ النقطة الثانية والأخيرة اللي عايز أتكلم فيها مع حضراتكم هي شخصية المنظمة الدولية. هل المنظمة الدولية لها شخصية؟ ولا المنظمة الدولية لا توجد لها شخصية؟ الأول لازم نتفق يعني إيه كلمة شخصية؟ شخصية هي القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. أي شخص يستطيع أن يكتسب الحقوق ويتحمل بالالتزامات يبقى ده شخص كامل. اللي بيبقى ناقصة منه حقوق أو ناقصة منه التزامات يبقى ده شخص غير كامل. يبقى لما واحد ينادي للتاني ويقول له يا شخص كده بيشتمه ولا كده بيكبر بيه؟ بيكبر بيه. لأن معنى كلمة شخص معناه إنه قادر على اكتساب الحقوق والتحمل بكل التزامات. إنما لما بيبقى ما عندوش القدرة زي الشخص اللي عنده العقل الزائد. يعني إيه العقل الزائد؟ يعني عنده ما يعني زي غفلة مجنون معاه عقل إزاي؟ ده بيبقى شخص إيه بقى؟ ناقص أو عديم الأدب. إنما الشخص اللي هو اسمه كامل الأوصاف يعني كامل الشخصية ده اللي بيكتسب الحقوق والتحمل طيب إذا كان ده مفهوم الشخصية قدرة على اكتساب الحقوق والتحمل هل المنظمة الدولية تمنع أن تكتسب الحقوق والتحمل الالتزامات شأنها شأن الدولة؟ اختلف. ما تعملوش كده. لا اختلف. ليه؟ البعض من الفقهاء قال ان المنظمة الدولية لا يمكن ان تكون مكتسبة لكل الحقوق او تتحمل بكل التزامات. كلام مش مظبوط. ليه؟ قالوا ان الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية لأن لسه يعني من شوية الاتفاق اللي بيمشي المنظمة الدولية ما يقدرش يخلق شخصية. أمال يعني إيه؟ إذا كان الاتفاق ده ما يقدرش يخلق شخصية أمال يقدر يعمل إيه؟ قالوا يعمل حاجة اسمها أجهزة هي اللي تنصب بين الدول إنما لا يمكن إنه يمشي فيه شخصية. يبقى جانب من الفقه كده قال إن المنظمة الدولية الاتفاق اللي بين الدول فيها ما ينشئش ايه؟ ما ينشئش شخصيه وانما ينشئ اجهزه تتعاون بين الدول بس. ده جانب عشان كده بقول لكم ايه؟ يرى ان المنظمه الدوليه ليست لها شخصيه. جانب اخر من الفقه قال لا المنظمه الدوليه لها شخصية قانونية دولية كاملة. لها شخصية قانونية دولية كاملة. هذا الخلاف اللي بين الفقهاء عرض على محكمة العدل الدولية. عرض على مين؟ محكمة العدل الدولية. ليه؟ حصلت مصيبة سنة 1947. ايه اللي حصل بس النهارده جايب لنا مصايب من الجيبه يعني حضرتك الراجل بتاع فين؟ اه 19 كام؟ 14 طب عليك 14 كام؟ الراجل بتاع خصوصيه عنده كام؟ وهو مصيب ليه؟ 14 كام؟ 14 كام؟ وداخل فين؟ انا خفت بصراحه لان انا عارف ان في مجموعه منكم عايزين يخلصوا مني يعني فانا قلت ايه؟ ده مستقر ده مختصر ده من نوعية المنتظر ما حدش بيتعب ده كله هيعوض
ما احنا تك 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 على بالك بصلي كده تك 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 على بالك واضح ان في حاجه خمس سنين انا بحمد ربنا محميد لا يا عم انا لسه في حضره ثانيه بس تطلع صوت يا عم معروف بس عن المدرجة بس. ما دي المصيبة اللي حصلت سنة 47. عارفين حضرتك إن سنة 47 كانت دي نواة للحرب اللي بين العرب وإسرائيل. اللي قامت سنة 48. بداية كده هنحارب. إخوان المسلمين كان لهم إسهام كبير جدا في حرب فلسطين. كانوا هما المقدمة كده دايما حرب فلسطين مع جماعه عبد الناصر. عشان كده حصل الانتهاء بينهم بعد ما عبد الناصر مسك الحكم حصل الانتهاء بينهم، لكن كالعاده اختلفوا على الكراسي. فحبوا يقتلوا مين؟ عبد الناصر سنه 54 هنا في الاسكندريه في المنشيه. عندي خبر. عندي خبر ان انا حاسس عشان كده عملوا مسكين الانتهاء. او في المنشيه. حبوا يقتلوا عبد الناصر. ليه اختلفوا على الكراسي؟ هما يمين الكراسي عبد الناصر. فايه؟ سرقوا على الكراسي فحبوا يقتلوا جماعه عبد الناصر ففي واحد اسمه عبد اللطيف. لكن الرصاصه جت غلط عبد الناصر فقعد يصوت في الميكروفون انا مصر كلكم عبد الناصر كلكم مصر وانتم مش عارف ايه وانا موت واحد ايه يهين الشعب عن ايه؟ على اخوان المسلمين. ومن هنا كان الاعداء المستحكمه ما بين عبد الناصر وبين اخوان المسلمين. المهم هو ده تعمل لي 47 فين؟ 47 فين؟ 14 14 فين؟ ايه عامله زي الاخوان كده؟ فيها حته تعليم يعني. هي هنا 14 فين؟ مش في المبنى ده اصلا. خالص. في حاجه في حاجه في حاجه مش شرط. في حاجه لا انا عارف انا عارف ايه حاجه مش علامة. خلاص يا شباب. ايه؟ خلاص؟ فلما قامت الحرب بين العرب واسرائيل جت الأم المتحدة أصدرت قرار بالهدنة ما بين الطرفين. وبعد إن عندها مندوب يعمل ايه؟ يحاول التوفيق ما بين العرب وما بين اسرائيل. معايا؟ كان اسمه الكونت برانتوت. الكونت برانتوت، كونت بيعمل ايه؟ زي سير زي استاذ عندنا كده يعني. فكده هو اسمه اصلا برانتوت. فراحوا باعتينه مع وفد علشان قادر يزور العرب ويزور اسرائيل للتوفيق وعرض وجهات نظر التفاوض ما بينهم. راح الاول فين؟ اسرائيل. قعد معاهم وفيه ممكن مشارهم لكن هم عملوا ايه؟ وزنوهم. يعني ايه وزنوهم؟ يعني فهمهم ان وجهه نظره مع العرب مش مع اسرائيل. طبعا انتوا عارفين حضراتكم اليهود اكثر مني. اليهود حضراتكم لا يصدروا ما في باطنهم. بالعكس ابتسامة جميلة ابتسامة حلوة جدا لكن من جوه حاجة تانية خالص. يعني أنا اتعاملت مع اليهوديات بالذات في المؤتمرات اللي كنت بروحها كلها. لما كنت أقول لها حاجة مبسوطة وبتشجع كلام أوي تخبر من حتة خابوك عن رئيس المؤتمر. يبقى عارفوا إزاي؟ فهم يتسحوا غيره ويقتلوا. فلما الراجل طلع الطيارة هو والبرد راحوا مشيحين وراه صاروخ. انفجر الصاروخ في الطيارة ماتوا الناس. لما ماتوا الناس أصبح السؤال هل من حق الأمم المتحدة أن تطلب تعويضا عما أصابها من أضرار جراء وفاة موظفيها؟ ممتاز. من حقها ترفع قضية قدام محكمة العدل الدولية علشان خاطر هي مصيبة الموظفين بتوع حماسة، فيبقى هل من حقها ان
انها ترفع قضيه وتجمع كف العهد الدولي تطلب تعويضها عما اصابها من امرار. السؤال ده كان بيحمل في معناه سؤال تاني، هل المنظمه الدوليه لها شخصيه دوليه حتى ترفع قضيه وتجمع كف العهد الدولي؟ ما هو مين يرفع قضيه؟ الشخص اللي كان يتقلل. طب الامم المتحده قاعده ترفع قضيه وتجمع كف العهد الدولي، السؤال ده معناه هل كانت المنظمة الدولية الشخصية الدولية لكي ترفع قضية على إسرائيل تطلب منها تعويض عن الأضرار اللي أصابتها؟ هل تملك ولا ما تملكش؟ السؤال ده عرض على محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى شهيرة جدا عام 1949. مفاد الفتوى الدولية بيقول ان اشخاص المجتمع الدولي هي اشخاص متساويه في الحقوق والامتيازات، وكل شخص من هذه الاشخاص له حقوق والتزامات في حدود ما يقوم به من عمل. كل شخص له حقوق والتزامات في حدود ما يقوم به من عمل. فالدوله لها شخصيه مطلقه لانها تتحمل بكل الالتزامات وتكتسب كافه الحقوق. المنظمه الدوليه لها شخصيه ولكنها شخصيه وظيفيه طبعا، ولكنها شخصيه وظيفيه بمعنى انها تكتسب هذه الشخصيه في حدود وظيفتها، خارج وظيفتها لا تكتسب هذه الحقوق. يعني كأن محكمة العدل اعترفت المنظمات الدولية بالشخصية الدولية ولكنها شخصية وظيفية، يعني لها شخصية في حدود وظيفتها فقط بعكس الدولة لها شخصية مطلقة تكتسب كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات. يبقى بالتالي لو أرادت منظمة الأمم المتحدة، مش أمم المتحدة، لو أرادت منظمة الطيران الدولي أن تتعاطى مع منظمة البريد الدولي علشان خاطر منظمة الطيران أو من أجل منظمة الطيران تتولى بيع البريد أو تسويق البريد مع منظمة البريد العربية، هل لا يجوز ولا ما يجوزش؟ لا يجوز. ليه؟ لأن اختصاص منظمة الطيران في حدود ايه؟ الطيران فقط. مفيش يقول أنا راح أصور شوية بريد. ده عامل والقياس مع الكاري بين الدولة الدول أو الهيئات والمؤسسات داخل الدولة مع حقوق والفرد العادي. الفرد العادي من هنا إذا وصل لسن 21 سنة له شخصية إيه؟ مطلقة، يكتسب كافة الحقوق ويتحمل بكافة الالتزامات تطبيقا بالتطبيق. عكس بقى الهيئات والمؤسسات، يعني جامعة الإسكندرية لها شخصية في حدود إيه؟ تعليم بس. هي تقدر جامعة الإسكندرية تتعاقد مع الفنانة ليسلي كريستن علشان تقدر تيجي ترقص كل يوم هنا؟ هل ده متصور؟ هل ده ممكن؟ مش ممكن طبعا، دي يبقى خرجت عن ايه؟ عن وظيفتها تقلبتها كباريه؟ تقلبتها كباريه ده فني لا راجل. ايه يا عم؟ تقلبتها فنانه حسن الفيسك عشان ترقص لمده كده نشوف فني شكلك كده خلوص. يعني اللي انا عايز اوصله ايه؟ اللي عايز اوصله انه الاشخاص المعنويه بتكتسب الشخصية في حدود ايه؟ وظيفتها فقط. أما الفرد العادي فيكتسب إذا وصل لسن الرشد يكتسب كافة الحقوق ويتحمل بكافة الايه؟ مع حقهم ذاتي. لو قسنا ده عن المجتمع الدولي يبقى الفرد يشبه مين في المجتمع الدولي؟ الدولة برافو عليك. الدولة تشبه مين؟ الفرد. والمؤسسات والهيئات الداخليه تشارك في منظمات الدوليه. واضح ولا مش واضح؟ احنا في محاضره النهارده يا شباب كنا بنتكلم عن نقطتين اساسيين.
ممكن يكون متعلقة بمفهوم المنظمة الدولية. أشرنا فيها إلى فكرة الاتفاق وفكرة الإرادة الذاتية وفكرة الإدارة. النقطة الثانية اللي بنناقش فيها هي شخصية المنظمة الدولية، وشفنا الخلف اللي بين القطاعات حواليه، هل لها شخصية ولا لا؟ وحسب المحكمة العهد الدولية هذا الجدل الدائر ما بين القطاعات، وقالت إن المنظمة الدولية لها شخصية ولكنها شخصية